نظرا لدورها الهام في ضبط الأداء الحكومي بالمحافظات، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر السابع للشباب حرصه على عقد انتخابات المحليات بأسرع وقت ممكن. وقال الرئيس السيسي إن المحليات حاليا مجمدة ولم تجري انتخابات، والواقع يؤكد أن لدينا مشكلة في هذا الأمر، مؤكدا حرص الدولة على عقد هذه الانتخابات في أقرب فرصة. ودعا السيسي الشباب أن يشاركوا في انتخابات المحليات القادمة، معربا عن أمله في أن يتم تمثيل النسبة الأكبر بالمحليات من الشباب. وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن يكون هناك حوالي 12 أو 13 ألفا من الشباب في المحليات عقب إجراء الانتخابات المنتظرة. تصريحات الرئيس السيسي تثير تساؤلا رئيسيا، وهو متى ستجري انتخابات المحليات؟ وهل سيضع مجلس النواب في دور انعقادي الأخير ملف قانون المحليات على أجندته؟ وانتخابات المحليات فرصة جديدة للأحزاب للعودة مرة أخرى للمشهد بعد حالة التراجع التي سادت الفترة الماضية، بجانب 25% من الشباب و25% من السيدات. مصادر بمجلس النواب أكدت أن البرلمان سينتهي من مشروع قانون الإدارة المحلية الدورة القادمة لدور الانعقاد الخامس تمهيداً لإجراء انتخابات المحليات. وأشارت إلى أن الدولة في أشد الاحتياج للمحليات، معتبرة أن وجود المجالس الشعبية المحلية تخفف الضغط على البرلمان في القيام بالدور النيابي أو المحليات. وأرجعت تأخر القرار إلى كونه قانوناً مهماً للغاية، وكان يجب مراجعة كل ما يتعلق به حتى يخرج في صورة تليق ببناء مصر الحديثة. وأضافت أن القانون الجديد لا يرتبط فقط بانتخابات المحليات، بل هو تشريع معقد ويتشابك مع عدد من الوزارات المعنية في الإدارة اليومية مثل وزارة الإسكان والنقل والمالية وغيرها، من بينها على سبيل المثال الموازنات المستقلة للوحدات المحلية والتي تخص وزارة المالية وإجراء انتخابات المحليات والتعامل مع وزارة الداخلية في تأمينها، كما أنه يشمل خطوات مقرونة بأسس علمية صحية وجداول زمنية متدرجة في تطبيق اللامركزية لتقضي على أزمة هذه التشابكات. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد العزيز النحاس ونائب رئيس حزب الوفد ينضم إلي في هذه الفقرة الحوارية. برحب بحضرتك ضيفا كريما معنا. أهلا وسهلا أستاذ عبد العزيز. المحليات أصبحت لغز بالنسبة للشعب المصري وللشارع المصري تحديدا، وكانت من أولويات الفقرة الخاصة بإسأل الرئيس في المؤتمر الوطني السابع للشباب. ما هي إشكالية المحليات ولماذا يتأخر القانون؟ في اعتقادي أن إشكالية المحليات ليست وليدة هذه المرحلة ولا الفترة القريبة، ولكن هي للأسف إشكالية في مصر منذ وقت طويل جدا. وإشكالية المحليات حس أن المشاكل تراكمت سنوات طويلة، ودايما معظم المشاكل اللي كانت بتواجهها مصر كنا في الآخر نقول كده المقولة الشهيرة ابحث عن المحليات، مخالفات بناء، انهيار عمارات، خطوط التنظيم اللي هي كانت بتبقى محطوطة على الورق فقط، بينما نجد عشوائيات خطيرة جدا كانت سبب لمشاكل كتير قوي، كانت سبب لخلق مناطق عشوائية، كانت سبب لي شفنا في محافظة زي اسكندرية القرارات بتاعتها والمخالفات والكلام ده كله. أعتقد أنه آن الأوان أن إحنا نجد خلال المرحلة اللي جاية المحليات، ولكن بشكل جديد بنظام جديد. مصر بتتغير، في مصر جديدة كلنا شايفينها في الفترة الأخيرة، في نظام سياسي لديه جدية شديدة جدا، لديه إصرار وعزيمة غير عادية في إصلاح مصر بشكل عام. أعتقد من وجهة نظري أن من أهم شيء شفناه في هذا النظام أنه لا يعمل بنظام المسكنات، وإنما بيواجه المشاكل والمشاكل الكبرى وبيقتحمها وبيحقق فيها خطوات سريعة جدا وخطوات ملموسة. شفنا ده في منظومة
البنية الأساسية للدولة المصرية، شفنا طرق على أحدث مستوى وبأسرع وقت، شفنا مدن جديدة، ودي في إطار استراتيجية أنا شخصيا هذه الاستراتيجية بحيي عليها الرئيس السيسي، إن بنخرج من الوادي الضيق من 7%، بناخد مجتمعات عمرانية جديدة، عدد من المدن الجديدة، بالتالي المدن الجديدة دي يعني بنستغل مساحة أكبر من مساحة مصر. أعتقد في ظل ما يحدث من تغيير جذري ومن عمل واضح وملموس أن يكون لدينا محليات على هذا المستوى. بداية بالنسبة للمحليات، أنا عايزة بس أوضح أو أحطها في إطار الاختصاصات الواضحة للمحليات، وبالتالي المواطن يشعر أن عندما ينتخب أشخاص لهذه المحليات بمهامهم الوظيفية حياته هتتنظم. هنبدأ من القاعدة. إيه القاعدة؟ الدستور المصري الجديد، الدستور 2014 في الباب الثاني، الفصل الثاني الباب الخامس، عندنا من أول المادة 175 لحد المادة 183، 9 مواد في الدستور المصري بتتحدث عن المحليات وعن دور المحليات في التنمية، بل إن اتحط في الدستور المصري صيغة جديدة بحيث نجد محليات لها دور قوي وفاعل. في حاجتين مهمين جدا، أن لأول مرة هيكون من حق المجالس المحلية المنتخبة سحب الثقة من المسؤول، من رئيس المدينة، من رئيس الحي، من ودي لأول مرة في الدستور المصري، وده في دستور 2014. النقطة الثانية الهامة جدا هو الانحياز للشباب وللمرأة. أحد هذه المواد بينص على أن 25% من تمثيل المحليات للشباب المصري ما دون 35 سنة. أيضا عندنا 25% مخصصة للمرأة. إذا احنا هنشوف محليات جديدة، محليات بشكل جديد، محليات تتواكب مع مصر الجديدة ومصر الحديثة. المحليات هي المفترض الرافد الثاني من الروافد اللي بتساعد السلطة التنفيذية. الآن السلطة التنفيذية شايلة جزء كبير جدا من عمل المجالس المحلية. لما يبقى عندنا مجالس في إيه؟ محلية في إيه؟ متمثل في إيه في حياتي اليومية؟ محلية منتخبة. هقول لحضرتك، أنت عندك النهاردة جزء مهم جدا من وجود مجالس محلية منتخبة إنها هتشيل عبء كبير جدا عن الأجهزة الرقابية، لأن ده دور من أدوار المحليات، فهتشيل عبء عن الأجهزة الرقابية، هتشيل عبء كبير جدا عن مجلس النواب النهاردة. نائب الخدمات ده، نائب الخدمات ده بقى مشكلة، وبالتالي ما عندوش وقت إنه يفكر ويشتغل في القضايا المهمة، قضايا التشريع والرقابة بالنسبة للحكومة والسلطة التنفيذية. أصبح النهاردة النائب مطالب إنه يروح لرئيس الحي ورئيس المدينة ورئيس الوحدة المحلية، بيقوم بدور المحليات، عضو المجلس المحلي. لما تيجي النهاردة احنا لما نبص للمؤتمر الوطني للشباب وبنقول ان دي تجربة مصرية رائدة أشادت بها الأمم المتحدة، وشفنا قد ايه عملية التواصل ما بين رئيس الدولة، لجنة حقوق الإنسان في الأمم، وبين طبعا لجنة حقوق في الأمم، اما نشوف التواصل اللي بين الشباب وبين رئيس الدولة أي مكان، أكبر عدد هيكون كام؟ مثلا 2000-3000 شاب. النهاردة لما تخيلي حضرتك لما يبقى المجالس المحلية أكتر من 55,000 مقعد على مستوى الجمهورية، وبالتالي إحنا منهم زي ما قلت هيكون حوالي مثلا 15,000 شاب الوقت المحدد بالنسبة للدستور، وهيبقى حوالي 15,000 فتاة وسيد. لما ندخل هذا العدد الضخم جدا في المسؤولية ويبقوا موجودين كجهاز رقابي، ونستغل طاقة الشباب دي في المحليات، يعني هتشمل حل مشكلات المواطن مثلا
في تجار مثلا عندهم بعض الجشع، هل المنطقة دي المحليات هتكون مسؤولة في الجزء الرقابي الخاص بيها، ولا هيكون ده تبع وزارة التموين؟ أولا يعني دخول مثلا خدمات في مياه، في صرف صحي، في تصريح بناء، في جمع قمامة، بالظبط هل ده هيقع في كله في اختصاصات المحليات؟ بالظبط زي ما حضرتك قلتي أن هناك تشابك بين المحليات وبين معظم الوزارات. أيوة طبعا. وبالتالي ده دورها المهم. المحليات متشابكة مع الإسكان، المحليات متشابكة مع التعليم، المحليات متشابكة مع الصحة، متشابكة يعني مع معظم الوزارات في الدولة. وبالتالي مسؤولية المحليات على مستوى القرى ثم المركز والمدينة ثم المحافظة دور غاية في الأهمية ودور مهم جدا في عملية التنمية. هتكون حلقة الوصل ما بين الأجهزة المعنية في الدولة والمنطقة اللي هي مسؤولة عنها؟ لا، هي حلقة الوصل بين أكتر من جهة، هي بين المواطن وبين الجهاز التنفيذي للدولة على المستوى المحلي، محافظة ومركز ومدينة وحي. وبالتالي هي حلقة الوصل بين المواطن وبين الجهاز التنفيذي أو الحكومة، ده دور المحليات. هي حلقة الوصل بين المواطن وبين التعليم، أما تبصي مواطن عنده مش في مشكلة في منطقة محتاجة مدرسة، في منطقة محتاجة أزمة في التعليم، في نقص في تخصصات معينة، ده كل ده دور المحليات. نفس القصة أما نبص على المستشفيات والوضع بتاع المستشفيات النهاردة، لما يبقى في محليات من المؤكد إن هؤلاء المنتخبين من المواطنين هيقوموا بدورهم تجاه تطوير هذه المستشفى أو الوحدة الصحية أو الوحدات الريفية في القرى. ودي عملية التشابك اللي بين المحليات وبين كل أجهزة الدولة. مفروض القانون بيساعد على هذا التكامل، لكن كمان بيفصل في الاختصاصات. يعني القانون الجديد اللي المفروض الخاص بالمحلي. بالضبط. هو بالنسبة للقانون الجديد، هي لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ناقشت بالفعل القانون وخدت وقته، وحصل يعني نوع من المشاركة الاجتماعية حوالين هذا القانون، وأعتقد أن القانون أصبح شبه جاهز للاعتماد من مجلس النواب. وبالتالي يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تحدث في هذا الشق في المؤتمر الوطني الأخير، أعتقد أنه أعطى دفعة كبيرة جدا لخروج هذا القانون إلى النور في الدورة الأخيرة لمجلس النواب إن شاء الله. نتوقع أنه هيكون على رأس أولويات القوانين في الانعقاد الخامس. أعتقد لأنه في غاية الأهمية. إحنا طبعا من سنة 2011 وحتى الآن ما فيش محليات. صحيح إحنا بدأنا بالأولويات بالنسبة للدولة، بالنسبة لانتخابات مجلس النواب، وبالنسبة وقبلها كان الدستور، ثم انتخابات رئاسة الجمهورية. وبالتالي إحنا أصبحنا الآن في المرحلة الجاية هتشهد مصر أعتقد طبعا انتخابات مجلس الشيوخ، بما أن تم إقراره في التعديلات الدستورية الأخيرة، وانتخابات المجالس المحلية، بحيث تكتمل عندنا المنظومة التشريعية بشكل كامل خلال المرحلة القادمة. وبالتالي يكون فيها فصل للاختصاصات. طبعا أكيد طبعا في فصل الاختصاصات، وأكيد طبعا يعني إحنا مقبلين على عمليات تنمية واسعة. عملية التنمية محتاجة مشاركة مجتمعية، ولا نقف فقط عند حدود عمل الحكومة أو الأجهزة الرقابية. أيضا من المهم جدا أن تكون هناك رقابة شعبية، ودور المحليات زي ما بقول لحضرتك وما نص عليه الدستور، لأنه أعطى صلاحيات كبيرة جدا للمجالس المحلية المنتخبة، وبالتالي ستكون إضافة. ده أول دور للشعب هيكون في الاختيار. تفتكر إيه معايير الاختيار الخاص بمن سيترشح لهذه الانتخابات ووعي الشعب في اختياره أيضا؟ أولا هو صوته يروح لمين؟ الدستور رائع جدا أن الأجهزة المحلية، انتخابات المحليات هي بداية السلم التشريعي، وبالتالي حدث فيها وضع 25% للشباب،
و25% المرأة، وأيضا 50% عمال وفلاحين. وبالتالي هذه التشكيلة اللي هي تتواكب مع النظام الأقاليم في مصر، النظام الريفي ونظام المدن، بحيث يبقى الممثلين للمجالس المحلية من بين شرائح الممثلين عنه، ودورهم في مسألة الرقابة، لأن طبعا المجالس المحلية ما فيهاش تشريع، ولكن دورها الأهم هو دور الرقابة والمساهمة في عملية التنمية. طيب معايير الترشح ممكن تكون إزاي؟ من يجد في نفسه خصائص كذا وكذا أو صفات كذا هو فليتقدم بالظبط بالترشح ويكون عنده حظوظ الفوز. ده صحيح، ده صحيح، ولكن هو مهم جدا جدا هي المشاركة الشبابية، وإن إحنا لأول مرة هنجد في المجالس المحلية المنتخبة شريحة كبيرة جدا من الشباب، لأن زي ما بقول لحضرتك وأعتقد إن يعني فرصة للشباب في الانتخابات المحلية القادمة، وفي نفس الوقت هي بالنسبة لهم هي خطوة لمن لديه الطموح والرغبة إنه سلم للممارسة السياسية بالضبط، وإعداد للمجلس النواب فيما بعد. طيب بالتالي ممكن يتوجه ازاي؟ يعني الشاب ممكن يعرف ايه؟ هل الاحزاب هيكون ليها دور مثلا في ترشيح مجموعه من الشباب؟ هل هيكون في نوع من التدريب والتوعيه للفئات اللي ممكن ان هي تتقدم؟ في اعتقادي ان وجهه نظري ان يجب ان تكون الانتخابات القادمه بشكل عام، سواء كانت انتخابات مجلس النواب او مجلس الشيوخ او المحليات، يجب ان تكون بالقوائم. مساله القوائم هتنقل مصر نقلة سياسية كبيرة جدا، لأن القوائم هي في تنتخب القائمة على في حد ذاتها بتقوي الأحزاب السياسية، وفي ذات الوقت بتدي فرصة للشباب لأن هم ينضموا للأحزاب السياسية، وبالتالي يتعلموا الممارسة السياسية الصحيحة، وتصبح الأحزاب السياسية مدارس سياسية لخلق أجيال جديدة وخلق نشأ جديد. وحتى في ذات الوقت إن الأحزاب عندما تتحول إلى مدارس سياسية، فهذه أحد الوسائل اللي احنا نكافح بها الإرهاب والتطرف والإدمان وغيره. بالتالي مسائل القوائم حتى لو اعتبرناها في فترة محددة في تاريخ مصر، علشان بس اكيد ده اللي لسه هيحدده القانون. القانون طبعا ده قانون مباشر للحقوق السياسية اللي هيحدد خلال المرحلة اللي جاية كيف تجرى الانتخابات سواء المحلية أو البرلمانية بغرفتين. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد العزيز النحاس، الكاتب الصحفي ونائب رئيس حزب الوفد. شكرا. شكرا. أشكركم على المتابعة. انتهت هذه الحلقة في من القاهرة، طبعة أولى لصحافة الغد، في قراءة مع زميلي عاصم أبو الغار.